الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال: ومذ طبعا بلا نكران. الاطباع هو أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه، وهذا الاطباع سنة في قول عامة أهل العلم لحديث يعلى بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مضطبعا مضطبعا. وهذا الاضطباع، انتبهوا لي شوي، يشرع فيما يشرع فيه الرمل، فمتى ما شرع الرمل شرع الاضطباع. فإذا الاضطباع والرمل إنما يشرعان في الطواف الأول فقط. وهل يضطبع الإنسان في الطواف كله؟ الجواب: نعم، يضطبع في الطواف كله. وأما ما نراه من كثير من الناس أنه بعد الفراغ من الشوط الثالث يعيد رداءه من تحت إبطه على كتفه أو عاتقه، فهذا خلاف السنة. فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطبع في الطواف الأول كله، وبناء على ذلك فطواف الإفاضة لا اضطباع فيه، وطواف الوداع لا اضطباع فيه، والطواف المتكرر ممن أراد التنفل أيضا لا اضطباع فيه، وإنما يشرع الاضطباع في الطواف الذي يشرع فيه الرمل.